بنرحب بيكم اخواتنا واخواتنا في كل مكان في سؤال يهمك. النهارده عندنا سؤال جديد، والسؤال ده هنسمعه دلوقتي مع بعض وبعدين نجاوب عليه. يا ريتنا كلنا نبدا نسمع. اذا كنت تدعون انه عيسى عليه السلام ولد بدون اب، فالمقصود انه ادم عليه السلام ولد بدون اب او ام، فمعناته هو اله هو. السؤال ده هو تركيزه النقطة المحددة دي في السؤال. ليه بتعتقدوا ان المسيح الله لمجرد انه اتولد من ام لكن من غير اب؟ هل ده سبب كافي ان هو يبقى الله؟ خاصة ادم اتولد من غير اب وام، وحواء اتولدت من غير ام، فيعني ايه الغريب ان يكون هو ايضا زيهم من غير ما يكون اله ولا حاجة؟ الاجابة، عمرنا كمسيحيين ما قلنا لأنه مجرد أن المسيح اتولد من أم من غير أب إذن هو إله. عمرنا ما قلنا الكلام ده. هو إله لأن الموضوع أكبر من كده بكتير، وأسبابه أهم من كده بكتير. لكن خلينا نناقش النقطة بتاعت آدم وحواء والمسيح. آدم اتولد من غير أب ومن غير أم عشان ما كانش فيه أب ولا أم، فدي كانت ضرورة. بالنسبة للحواء كان فيه راجل لكن ما كانش فيه واحدة ست، فيش يعني واحدة ست يتجوزها وتبقى أم، فكان ضرورة أنها تيجي من آدم لوحده. المسيح إيه الضرورة؟ في 100 أب وفي 100 أم وموجودين في كل حتة في الدنيا، إيه الضرورة أن يتولد المسيح ويوجد على الأرض بأب من غير أم؟ خدوا بالكم، الله ما بيعملش حاجة لمجرد الاستعراض. الحقيقة أن هناك كان في احتياج، هنا ما فيش احتياج انه يتولد بالطريقة دي، الا بقى يكون في سبب تاني، مش ان احنا نقارن بآدم وحواء. الله ما بيعملش اي حاجة كده هو مجرد جزافا، الله عملها بصورة مخصوصة. ليه احنا بنقول ان المسيح الله؟ انا بس عايز قبل ما اقول لك الكلمة دي، اخويا المسلم واختي المسلمة اللي بيدونا الاسئلة ده هي، عايز اقول لكم خدوا بالكم من شيء مهم. المسيح اتولد بطريقة مش زي بقية البشر، والمسيح عاش حياة مش زي بقية البشر. ما كانش كان حر، ما عملش اي خطيه، حر من الشيطان، حر من 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 العالم، حر من كل شيء، وايضا حر، وايضا لما جه تنتهي حياته انتهت بطريقه مش طبيعيه، وعاش حياه غير عاديه. فالمسيح في كل، وهيجي بعد كده، من فضلكم ما تاخدوش الكلام ده ببساطه، ده معناها ان ورا الحكايه ديت شيء مهم. اللي ورا الحكايه ديت ان الله حل بملء لاهوته في هذا الكيان البشري اللي خده من العذراء. فاحنا ليه بنقول ان ده الله؟ مش لانه اتولد بطريقه معجزيه، ولكن لان الله حلول الهي كامل حل في هذا البشريه، فصار المولود هو كلمه الله المتجسد. وده كان ضروري، وحياة المسيح اللي من أولها لأخرها كلها عجيبة ومش طبيعية يا إخواتي الأحباء، ومحدش بيفسر أي تفسير، ولا حتى إخواتنا المسلمين ولا الإسلام بيفسر ليه. إذن ارجع للمسيحية لأن هي اللي بتدي لك التفسير. التفسير اتولد بهذه الطريقة لكي ما يوجد جسم ما يجيش بطريقة الجنس، لكن يوجد بشرية تصلح لأن الله يحل فيها ويصنع بيها الخلاص والحياة الأبدية. الله بيحبك وعايزك تشاركه حياته وتشاركه فرحه وتشاركه خلاصه وتشاركه إن هو جالك على الأرض بيمد إيده إليك. اقبل إيده إنت.